اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. دلوقتي بقى وصلنا لفقره مهمه جدا، بعد ما عملنا الكسكسي وعملناه على ايدينا من الالف للياء وشفنا فتلناه ازاي وشفنا رديناه ازاي وكده كلام كده ومصطلحات بلدي في بلدي النهارده، وصلنا بقى لفقرتنا المهمه جدا جدا. دايما بقول لكم مطبخ هاله مش اكل وبس، لازم زي ما بهتم الاكل وبتفاصيل الاكل في تفاصيل كمان في حياتي مهمه جدا، شعري، بشرتي، جمالي، وزني، جسمي، شكلي، مظهري، صحتي، كل ده مهم جدا، ما ينفعش تبقى حياتنا كلها مطبخ وبس. فالنهارده دايما بنتكلم على الورده الجميله، الورده دي يا جماعه لو اهتمينا بيها وسقيناها ورعيناها ايه اللي بيحصل؟ بتزهزه وفجاه ممكن تلاقي الورده دي طلع جنبها برعم تاني، طلع ورده تانيه وبقى لونها حلو وتسر الناظرين. دي ده الزرع بتاعنا، زي بالظبط شعرنا لو اهتمينا بيه كل ما هتبصي في المرايه فعلا هتسرك، هتلاقي كده نفسك راضيه عن نفسك وعندك ثقه في نفسك وفرحانه بنفسك، زي حالات انا شفتها بعناية دي جوه المركز وهنتكلم عليها النهارده. لكن الشعر لو اتعاملنا معاه غلط واساليب غلط وجبنا منتجات خاطئه زي اللي ماليه السوق، هتبصي تلاقي نفسك دخلتي في دوامه ما بعدها دوامه، تساقط وهيشان والشعر بقى خشن، تقولي ده انا زمان كان شعري ناعم. طب ايه اللي جرى؟ اللي جرى منك انتي ما اخترتيش الطريق الصح. طب الطريق الصح النهارده في ايدين مين؟ مين اللي هيقدم لنا النهارده الطريق الصح؟ النهارده منوراني ضيفتنا الكريمه اللي بجد بجد على دماغي من فوق والله، نجلاء سرحان، دبلومه التغذيه العلاجيه اكاديميه السادات ودبلومة التجميل والليزر ومدير شركة أورجانيكا لمستحضرات التجميل والمنتجات الطبية. أهلا وسهلا حبيبتي. أهلا بيك حبيبتي. أنت أولا تسلمي إيدك حبيبتي. لا قبل أي حاجة بجد شكلك بتحبي الكسكسي. أيوة بقى هو ده. تسلم إيدك بجد، تسلم إيدك. بتحبي تكليل أول حادق ولا حلو؟ الاثنين والله، وبحب السمنه البلدي. الله عليكي، قشطه جاب ده، هو ده هو ده، هو ينفع غير بالسمنه البلدي؟ طبعا، بس كده بحب الاثنين الحلو والحاد. حلو، يبقى احنا بعد الفقره ندوق لينا لقاء مع الكسكسي ان شاء الله. ايه رايك في الكلام اللي عملتي؟ مقدمه حلوه قوي، واتكلمتي فعلا عن كل حاجه تخص الشعر، فعلا لمتيهم كلهم. في فكره الزرع صح. وفكره ان الواحده لازم تهتم فعلا بنفسها. ولازم فعلا تهتم. عايزه اقول لك ان الشعر بيغير 180 درجه. بجد حرفيا بيخلي الواحده من حاجه لحاجه. احنا جالنا حالات في المركز، عايزه اقول لك بقوا يعني انا والله حصل انهم في زغرتهم وانا نازلين يا حبيبتي من فرحه انهم شافوا شعرهم. انا شفت قدامي يعني أنا شفت كانوا قدامي. مفزوعين، اللي هو ده وهيفضل كده على طول. طب ايه؟ طب مش عارفه يعني. كانوا مخضوضين فعلا من الشكل. ان هو بيفور اند افتر بقى حاجه تانية. زائد ان هم كلهم علقوا لي حاجه واحده نفس التعبير بسمعه، مش زي اللي عملناه قبل كده. ايوه بالظبط، ده ناعم طبيعي. صح، يعني ناعم طبيعي، تحسي ان شعرك اصلا طري. ناعم طري. في فرق بين مشدوده، ناعم بالزبط. مشدود كده، والطراطيف تحس انها كانها متشنكه كده. ايوه. في واحده صعيديه قالت لي حاجه، قالت لي اسمها ايه، محرفشه او محنشه حاجه كده، يعني قالت لي حاجه غريبه كده، ان طروف شعرها ما كانت عملتها ببروتين بره، فبقت الطروف ناشفه قوي. وفيها حرشيف. هو في العادي ان فعلا الطروف فيها بتبقى فيها حرشيف. فهي قالت فعلا ان هي فيها حرشيف واقفه شديده قوي، ومش زي البروتين اللي موجود بره اللي بيبقى فيه فورمالين. وده الفرق ما بين البروتين بتاعنا والفرق ما بين البروتين اللي موجود بره، ان هو زيرو فورمالين. ان هو زيرو فورمالين. خدوا بالكم يا جماعه الكلمه دي مهمه جدا جدا، دي اللي بتفرق من السما للعمى. صح. زيرو فورمالين، ما فيهوش ماده الفورمالين، مفيهوش فورمال دهايد خالص. خالص ما فيهوش كيميكالز. هو كل الحكايه ان هو فيه مكونات كلها طبيعيه. تمام. بتشتغل على الطبقه الخارجيه والداخليه. يعني بيشتغل على الطبقه الداخليه والخارجيه للشعر. برمم من بره ومن جوه، يعني كانها بتغذي الشعرايه، مش بالزبط. مجرد بتعمل كفر عليها كده وخلاص. بتخترق الشعرايه ومسام الشعرايه عشان ترممني من جوه، فاذا الشعرايه تصبح عندي سميكه. عايزه اقول لك ان في تقرير هتشوفيها معانا وانا ماسكه الشعرايه بوضح للناس، حتى لايف طلعت لايف على الصفحه، الشعرايه مش مقستكه بالبلدي كده، الشعرايه قويه متينه. طب ده من ايه؟ لان انا شغاله على الترميم الداخلي والخارجي للطبقات اللي موجوده جوه. وبعدين هتقولي لي ده انا شفت بعيني ما حدش قال لي. انت كنت موجوده من ورانا طبعا. شفت بعيني ما حدش قال لي. والله شفت عروسه يعني داخله بشكل وهي خارجه شكل تاني، خارجه بتتنطط كده يعني من الفرحه. بحقيقة. بتتنطط من الفرحه والله يا جماعه. وشفت الحاله بقى اللي هي اثرت فيا جدا، البنوته. البنوته اللي قالت كلمه يعني خلتني دمعت والله العظيم. يعني اسالوا نجلاء
البنوته يا رب يا رب بس نعرف نتواصل معاها النهارده. قالت الكلمه المشهوره بتاعتها: انا اتولدت من جديد. طفله 13 سنه. انا اتولدت من جديد. لما شفت شعرها، لان كان شعرها كيرلي قوي، افريقي، شعر افريقي، كان صعب شويه. وبعدين التعامل معاه، حتى الام ما كانتش عارفه تتعامل معاه، يعني على طول هو ملموم بطريقه معينه. حتى البنت كمان، عايزه اقول لك طريقه اللمه نفسها هينحل من قدام، يعني المنطقه دي هينحل. ايوه، بس هي غصب عنها، هي غصب عنها، لازم النوعيه دي طبعاً. لازم يتلم غصب عنها، لازم تلم طبعا. بعد ما عملوا، عايزه اقول لك ان الاثنين اخواتها غيروا يعني هم عايزين شعري. عايزين هم كمان يعملوا شعرهم. بصي يا ستي، البروتين بتاعنا ما فيهوش فورمالين، زيرو فورمالدهايد، مصرح من وزاره الصحه المصريه، واخد شهاده الايزو على الجوده 9001. عايزه اقول لك ان البروتين مكوناته ايه بقى؟ بروتينات، اللي هو البروتين بتاعنا، والكيراتين والكولاجين. كل دي بروتينات على فكره، وكل دي بروتينات بتشتغل، الاحماض الامينيه، كل ده بيشتغل من داخل طبقات الشعريه. يعني انا بدخل ارمم من جوه من بره. ترميم فعلا، بالظبط، بدخل ارمم. فانا بعمل حاجتين اتنين، بعمل ترميم وبعمل فرد. يعني انا برمم الشعرايه الاول وبعد كده ببدا افردها، فالشعرايه تستحمل معايا ده. حلو جدا. فطبعا لما بنحط فيه بقى البروتين ونحط الكولاجين والاحماض الامينيه والفيتامينز. طيب احنا عندنا مشكله التساقط، ودي طبعا هنتكلم عليها كويس قوي، بس خلينا نطلع فاصل ونرجع نشوف بقى مشكله التساقط. خلاص، اوكي. فاصل قصير بس، هو القناه اتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. قبل الفاصل كانت معانا نجلاء سرحان وبتكلمنا على البروتين، انا هسميه من هنا ورايح السحر. ليه؟ لان انا شفت بنفسي. في فرق بين ان انت تسمعي وان انت تشوفي بنفسك، تشوفي الناس اللي طايره من الفرحه، الناس اللي مش مصدقه، ومنهم الطفله اللي انا شفتها بنفسي لغايه دلوقتي. يعني عايزه اقول لكم الدنيا مش سايعاها. كنا بنتكلم على البروتين. لكن البروتين بيرمم من جوه، احنا بنعمل حاجتين اتنين في بعض، يمكن قلتها ترميم وبعد كده فرد. يعني انا برمم، بشبع الشعرايه الاول بالبروتين والكولاجين، وقلت لك ان احنا بنشتغل على بروتين، كيراتين، كولاجين، احماض امينيه، زبده شيا، فكل المكونات، فيتامينز. وليه الفيتامينز؟ هو الشعر، لا، عشان فروه الراس. يعني لو جينا ناحيه فروه الراس، يبقى الفيتامينز معايا بيغذي، وبيغذي الشعرايه نفسها. حلو قوي. عندي زيوت طبيعيه، مضادات اكسده، يعني احنا حاطين كمان زيت الزيتون، زيت بذره الكتان، الحاجات كلها اللي بتغذي الشعر، زيت الجوجوبا. فكل المكونات دي لما بتتحط على الشعر، بنبدا نفردها وبنبدا ننشف الشعرايه نفسها. بعد كده عشان للفرد بقى، تتحضر للفرد. فانا في المرحله دي انا بعمل الترميم، واجي بقى على مرحله الفرد بعد كده. فبعد ما بفرد الشعر ونبدا نغسل الشعر، احنا بنغسل اتوانس، يعني بعد الجلسه على طول، على طول. فبعد ما بتغسلي، بعد السيشن على طول، عايزه اقول لك ان الشعر بيبقى ناعم طبيعي جدا، اترممت الشعريه بقت قويه. كولاجين بيدي سمك، البروتين والكيراتين والاحماض الامينيه بيفردوا، الفيتامين بيغذي، الزيوت الطبيعيه وزبده الشيا تعليلك بقى المحتوى المائي اللي جوه، اللي احنا بنشوف النعومه والليونه الجميله بتاعه الشعريه، واللمعه الحلوه بتاعه الشعريه. الحركه اللي بتحصل دي، اللي بنعملها بالشعريه، بتبين قد ايه طريه وجميله. بالظبط. ناس كتير سالوني بقى وقالوا لي ايه، طيب احنا نحافظ على البروتين ازاي؟ طب واحنا بنتكلم نشوف صور معانا. يلا يا جماعه نشوف صور الحالات قبل وبعد. بصي ده طفل تقريبا او طفله صغيره، بصي نص الشعر هو عامل نص ونص. يعني لسه بيفور اند افتر، يعتبر هو عاملها لنا لوحده. مش هزلق. بس بصي الشعرايه بتلمع ازاي؟ الشعرايه فعلا فعلا بتلمع. شايفين يعني يا جماعه اللمعه، وخلي بالك الشعرايه بتبقى طريه قد ايه؟ كل انواع الشعر هتلاقيها موجوده. يعني الكيرلي قوي، الافريقي، المجهد، الملون، او بصي الشعره فيها لمعه عامله ازاي؟ بتلمع حرفيا، يعني بتدي نعومه ولمعان حلو جدا للشعرايه. زي ما قلت لك بترمم، فالشعرايه تلفق. بصي دي الحاله من مركز عندنا. دي انا اللي ماسكه الشعر بايدي كمان. بصوا يا جماعه الفرق. شايفين الشعرايه بتبقى عامله ازاي؟ الشعرايه عامله ازاي؟ لا، وبتتقل. بصي انت لو تحضري البنوته دي، في فراغات شويه في شعرها، انا قلت لها شايفه الفراغ اللي فوق ده؟ بصي الشعر بعد ما تقل وسمكه زاد، تحسي ان الشعرايه او الفراغ، بصي الشعر الفراغ ده الفراغ قل. دي البنوته على فكره، دي البنوته اللي بنتكلم عليها. شوفوا الفرق يا جماعه، ما شاء الله تقيل. لو نرجع تاني للحته دي، حلوه قوي البنوته، احنا ما سبناهاش. بس عموما ده الشعر مبلول بقى. يعني ده كده بعد ما اتغسل. بعد ما اتغسل شعر مبلول كده بعد ما اتغسل. بصي الشعر. لا انا بتكلم على الثانيه، اللي هي الشعر الافريقي. البنوته يا جماعه، هي يا ربي يا ربي هتولنا على التليفون.
يعني بجد احنا عايزينها تدخل معانا، وعايزاها تقول الكلمه الجميله اللي قالتها في المركز هناك. والميزه بقى شوف حالة انه ما بيحصلش تساقط. ليه؟ عشان ما عنديش فورمالين. بالظبط يعني انا ما اذيتش الشعر، ما اذيتش الشعر خالص. التساقط بيجي من ايه؟ وناس كتيره بعد اول اسبوع بتقول كده. ايوه هي دي. بصي الشعر، هي دي يا جماعه، دي الحاله اللي انا شفتها بنفسي وسمعت البنت بنفسي وهي بتقول الجمله دي، ما شاء الله عليها حبيبه قلبي. شفتي بقى الشعر كيرلي ازاي؟ افريقي. يعني انا عايزه اقول لك، اتقال لي كده تعبير من متخصص موجود عندي، قال لي انا كنت مستني اول مره اشتغل البروتين بتاعنا، قال لي انا كنت مستني اشوف البروتين بتاعنا يعمل ايه في شعر زي ده. ما كانش مستوعب يعني لما لقى النتيجه دي، قال لي ايه ده؟ لا ده انا قال لي انا اول مره اشتغل قال لي اول مره اشتغل ببروتين ابقى عادي انا بشمه كده، مفيش اي مشكله خالص. مفيش ريحته حاجه. لان هو زي ما قلت لك الدخان اللي بيطلع ده تصاعد نتيجه ايه؟ الحاجات الطبيعيه اللي موجوده فيه. فما بسخن بمكوى يبدا يطلع عندي البخار اللي موجود، لكن اهم حاجه الريحه. يعني اقدر اشمه ما اتضايقش، صدري ما يوجعنيش. عينيا كانت البنوته دي معاها السيده اللي جت بالبنت، كانت معاها بنتين كمان. موجودين عادي. واحنا بنفرد عادي، مفيش اي مشكله عادي. مفيش اي ولا ماسك ولا حاجه، الشياط او الريحه النافذه. ده الروائح دي بقى بتنتج لما بيكون المنتج فيه بالظبط فيه فورمالين، تحسي ان انت مش قادره ولازم تاخدي هدنه او بريك كده، وفتحوا الشبابيك والحقوا. بالظبط. طيب تعالي بقى للبيفور بقى، او سوري الافتر، المجموعه الافتر كير. ناس كيسة هو انا لازم استخدمها؟ لازم. لان المجموعه دي الشامبو فيه نفس مكونات البروتين. فهيشتغل لك من اول يعني الغسيل. يعني كاني لسه بكمل. بالظبط. العنايه لسه بكمل. لا بحافظ كمان. يعني انا بحافظ دايما على الشعر بايه؟ بالشامبو. طيب الهير ماسك بقى. الهير ماسك برضه فيه نفس المكونات الطبيعيه، زبده الشيا اساسه، زبده الشيا، الزيوت الطبيعيه، الفيتامينز. فانا بعلي المحتوى المائي للشعر، فتفضل الشعريه عندي ناعمه وطريه. ده في مجموعه العنايه بعد البروتين اللي هي اورجانيك، شامبو والهير ماسك والسيرم والبروتين. طب قولي لي كده استعملهم بالترتيب ازاي؟ الشامبو الاول لو مثلا لا انا عندي شامبو بيفور اللي هو قبل، وده افتر ده بعد. فالشامبو اللي هو قبل بنغسل بيه كويس، لان الشامبو ده بينزل لي كل الدهون اللي على الشعرايه. لان وانت رايحه عند اي كوافير بتعملي حتى شعرك فير، يقول لك انت مش غسله شعرك كويس لو دخن. فده بيعمل عازل او كفر ما بينه وما بين البروتين. فاحنا بننزل الدهون اللي موجوده على الشعر ونبدا نحط البروتين عشان يدخل للطبقات الداخليه جوه البروتين. ده بالنسبه لي. طيب عايزه اقول لك كمان ان السيرم فيه سيليكون طبي، فبيعمل لي كفر للشعرايه ومعاه زيوت طبيعيه وفيتامينز. انت خايفه على الموبايل بتاعك هتعملي ايه؟ هحط له سكرينه وهعمل له كفر الاثنين. هو بالظبط كده بيعمل كفر للشعرايه، فبيحافظ لك على البروتين اللي موجود في الشعر، فتفضل معاكي فتره اطول. الناس سالوني برده قالوا لي طب هي هتفضل معانا فتره قد ايه؟ كل ما تبقي محافظه عليه يقعد معاكي تطول الفتره. من 6 شهور لسنه. طب ناس احملت فيه، طب ما هو طبيعي انه لازم ينزل. ما احملش فيه ليه؟ عندي الافتر كير اهتم بيه. روتين كده احنا بنقوله، وبنقول شويه ممنوعات بسيطه يفضل شعري جميل وناعم. حلو جدا الكلام ده. يبقى المجموعه دي مهمه جدا اكمل بيها الحفاظ على شعري بعد البروتين. بالظبط. وفي نفس الوقت المده تطول معايا. مهمه جدا يا جماعه الحكايه دي المجموعه بتاعتنا اللي هي الافتر كير. الافتر كير اللي هي المجموعة فرد البروتين، فرد وترميم، بروتين اورجانيك. طيب عايزين بقى دلوقتي نتكلم على المشكله الازليه، التساقط. وما ادراكي ما التساقط؟ رجاله وستات. بالظبط. التساقط ده اسبابه كتير قوي قوي. اولا انا طالعه من مصيف واخده الشمس كلها، واخده التان. فانا مش باخد تان لجسمي بس، ده انا باخد كمان حاجات في شعري، فممكن تتلف كمان. اصلا كمان بالظبط تتلف البصيله نفسها. فاشعه الشمس طبعا. انا بقول دايما فتره الصيف انا بحلك الدنيا، وفتره الشتاء انا بعالج. فطبعا الطبيعي ان الشمس، التعرض لاشعه الشمس الكتير، نقص الفيتامينات والمعادن للشعر المغذيه، اذا كان في انيميا، اذا كان في عندي تقدم في السن، اذا كنت بستخدم سشوار ومكوى كتير، صبغات كتير، كل ده بيأثر. رجيم قاسي ما باخدش فيه الحاجات اللي انا جسمي محتاجها، الاحتياج اليومي للجسم، الغذاء الكافي. فده كله بيأثر معايا على البصيله والغذاء، الوصول للبصيله طبعا. صح. فطبعا كل ده بيأثر. البواريك، وانا عايزه اقول نصيحه من خلالك للناس اللي بتلبسي باروكه عادي مفيش مشكله خالص، بس عامليها معامله الحجاب. بمعنى ان انا لابسه حجابي ما البسوش على شعر مبلول. نفس النصيحه دي، هي نفس النصيحه دي اللي انا هقولها للاثنين، للباوريك وللحجاب. البس حجابي على شعر مش مبلول. لازم انشف شعري. طيب انا ليه اخبي شعري بشعر تاني واحمله؟
وارجع احتاجه، لان خلي بالك مفيش غنى عن الطبيعه طبعا، الحاجه الطبيعيه مفيش غنى عنها. طيب ما انا اغذيه تحت، يبقى انا بغذي شعري وفي نفس الوقت لو انا حابه لون او حاجه. طيب بالنسبه للحجاب، عشان خلي بالك بيعمل فطريات، يعني انا لما بلبس على شعر مبلول بيعمل فطريات وكمكمه، يجيب لك قشره وفطريات بتوقع الشعر. مهمه جدا المعلومه دي، وخصوصا للمحجبات يا جماعه. يبقى نجلاء بتقول لنا اهم معلومه، ما نلبسش الحجاب على شعر مبلول او الفواريك، ما تجيش كده تروح عامله الكحكه اياها ورابطه وبعدين ايه والطرحه وعيشي وشعري في اتجاه واحد لورا، يعني الشعر مشدود في اتجاه فينحل. انا جاي لي حالات الحتة دي فاضي، الحتة دي حرفيا والله. تقولي لي لا حالات تانية برضه ان الله حاجة دي ودي، فطبعا فاضية. لا الطبيعي ان انا اقسم الشعر شمال او يمين علشان ابدا احافظ على الشعر، ما خليش البصيلة في اتجاه واحد. ده غلط. لازم البصيلة تاخد معايا اتجاه واتجاه، عشان يحصل بس ان البصيلة تتعود على اتجاهات معينة مش اتجاه واحد، فيحصل تساقط لما تيجي بقى تغيريه وفراغات بقى وفراغات. يعني مثلا النهاردة انا لبست الحجاب شعري كله لورا، اجي مثلا بكرة وانا خارجة افرق من نص كده، اجيب نص ونص، اجيبه الناحية التانية كده كده. يعني لازم اغير وضع البصيلة. الامهات اللي بتشد شعور ولادها في المدارس كده، دي الحصان، ولاقي قطتين، قطتين يا حبيبتي تلاقي الشعر حواجبها مشدودة من كتر القطتين اللي مرفوعين. طب ما ده هينحل الشعر. طب ما انا ممكن اعمل بديل، اعمل بروتين علشان خاطر ما اديش ان انا يحصل النحل اللي عندي او الشعر ينحل لورا، وساعتها لما لم الشعر هيتلم طبيعي بهدوء. طبيعي بالظبط، ونفسيه البنت كمان هتتحسن قدام اصحابها، لان انا عايزه اقول لك البنات اللي جولي صغيرين نفسيتهم متدمره اول ما شعرهم بيفضلوا مهايبرين في المكان جامد، بيقول لك انا شعري هيفضل كده، انا شعري، يعني بيبقوا مش مستوعبين الحته دي. طب انا خايفه اغسله احسن يرجع تاني. بصي الاطفال ده يعني ده, ده كتير، هي متخيله مثلا ان هو بقى كده دلوقتي بالزبط. انا لما اروح واغسله هيرجع؟ لا طبعا مفيش الكلام ده خالص. عايزه اقول لك ان المشاكل دي مشاكل كتير قوي، فاحنا اشتغلنا عليها، قلنا يا جماعه احنا لازم نشتغل في اورجانيكا على المشاكل دي. طب ازاي نعمل لوشه؟ اللوشن ده من مكونات كلها طبيعيه. احنا المبدا بتاعنا ده من مجموعه التساقط، اللي هي السيلفر دي اورجانيكا فيها 3 ايتم، هناك كان فيها 4، هنا فيها 3. طيب الثلاثه دول في لوشن، اللوشن ده كله مكونات طبيعيه، انا بعيد عن اي حاجه كيميكالز. مفيش مينوكسيديل، بلاش مينوكسيديل، ماده المينوكسيديل ماده مضره للشعر. يعني انا بنبت الشعر وارجع اوقع القديم والجديد. طيب حطينا ايه بقى في اللوشن؟ حطينا جينسينج، حطينا كافيين عالي، حطينا قهوه خضراء مضادات اكسده، حطينا زيوت طبيعيه، بذره الكتان، الجوجوبا، زيت الزيتون. وعايزه اقول لك ان دول مضادات اكسده، زيت الزيتون وبذره الكتان حاجه بتحافظ لي على الشعر مع القهوه الخضراء. طيب ودخلنا طبعا زي ما قلنا الكافيين، الجينسينج، ماده السوبالميت، وهي مكافحه اصلا لهرمون الدي اتش تي اللي هو مسؤول عن الصلع. هو في صلع؟ في صلع وراثي ذكوري ونسائي. بس احنا من رحمه ربنا علينا شعرنا ما بيصلعش لورا زي الرجاله. بتلاقي في فراغات بس. فراغات تلاقي متحدد وفي فراغات بتبدا. طب نشوف صور تاني، معانا صور تاني يا جماعه، يلا نشوف صور تانية. بصي الفراغات دي، الفراغات الناحيه التانية، احنا بيجي لنا الحالات دي كتير، دي بقى اللي بقول لك عليها من لبس الحجاب بطريقه ورا على طول وتمشيط الشعر. شوفي الفراغات بتزيد ازاي بالظبط. فبتبدا بعد كده، عايزه اقول لك بقى لو ملاحظه اللوشن عمل ايه كمان. معلش لو نرجع للصوره دي بس انا عايزه اعلق عليها معلش. ايوه بصي لون الشعر اختلف ازاي. صح، اختلف من تحسي ان هو، انا اسفه يعني بالبلدي، جربان هنا، او تحسي ان هو لونه خفيف، زياده شويه فالشعر خفيف فلونه فاتح. بالظبط لونه فاتح، فتيجي هنا اغمق. ليه؟ من القهوه الخضراء ومضادات الاكسده اللي موجوده فيه بتحافظي على شيخوخه الشعر. حلو. طيب الصوره الثانيه هنا برضو الحته اللي بقول لك عليها بتاعت الحجاب، الحتت الفراغات اللي قدام شايفاها، بيجي لي كتير طبعاً. نفس القصه دي، الفراغات اللي موجوده دي طبعا بيجي لنا في المركز هناك، وطبعا في متخصصين للقصص دي كلها، فبتبدا ان احنا نعالج باللوشن ومجموعه التساقط. فدي بعد حوالي 3 شهور ل6 شهور نفس الموضوع، ده راجل وفي فراغات في النص. نفس الفراغات، نفس الفراغات ونفس لون الشعر. بصي لون الشعر اختلف ازاي، بقى اغمق، شعرايه غامقه، تحسي انك صبغه شعر. ايوه بس ده بالنسبه ل طيب سؤال مهم جدا. انا دلوقتي بعد ما اعمل البروتين واستخدم المجموعه كامله، ابتدي احس بقى بالنتيجه وبالفرق الجميل كده مثلا بعد قد ايه؟ البروتين ده، البروتين اتوانس، التساقط من 3 شهور ل6 شهور. من 3 شهور، محدش يستعجل. طب انت عندك نتائج على الصفحه بتقول غير. كل واحد واستقباله للمواد نفسها.
بس احنا بنقول الوقت اللي هو ماشي على الكل، 3 شهور لكن في شهور. في مثلا فراغات بتستجيب اكتر. اه طبعا على طول في حاجات نتائج بنت من 25 لشهر. اه حلو قوي. 25 يوم لشهر. طب انا الطبيعي بقول من 3 شهور لست شهور عشان دوره حياه الشعرايه. جالي سؤال، ناس كتيره تقول لك ايه، انا لما استخدمت المجموعه او استخدمت اي منتج للتساقط او المجموعه حصل لي تساقط الاول كتير لمده اسبوع، طب ليه؟ لان كان عندي اوريدي شعر تالف. فهو بيسرع من سقوط الشعر علشان يبدا يبني الجديد. شعر جديد يطلع بالزبط. الجديد. فالناس ما تقلقش خالص من الحته دي، لان يعني بالبلدي كده اصبر تاخد حاجه نظيفه. ايوه اصبر تاخد حاجه نظيفه. هقول لك زي ايه، الزرع نفسه لما بيبقى ناشف وحش انت مش بتلاقي الفرع كده طالع خلاص هو ميت، بس بدا يطلع منه يزق الورق وورق يقع ويبدا يطلع منه منابت جديده او ورق جديد اخضر. هو بالظبط كده. هي الزرع زي الشعر بالظبط. فالناس ما تقلقش خالص ان يحصل مثلا تساقط في الاول في بعض الحالات. ليه؟ لان في تلف شديد في البصيله، فده بيبدل البصيله تاني. طب استني بقى معانا هناء مامت الحاله ام جنة الحاله الرائعه. يا هناء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا هناء عامله ايه؟ الحمد لله تسلمي لك على الحاجات الجميله دي. ربنا يخليك يا هناء تعيشي. قولي لي بقى عملتوا ايه بالظبط انت وجنة عند دكتور نجلاء؟ والله عايزه اقول لك احنا عملنا يا بصي حاجه فوق الخيال. انا بنتي كان شعرها صعب جدا جدا. تمام. واحنا شفنا ده وشفناه على الحقيقه فعلا. لا عايزه اقول لك شعرها كان صعب وتعب نفسيتها وكانت حاجه كده بصي مش عايزه اقول لك كانت حاجه غريبه جدا. ولبسه الطرحه وكده. بعد ما عملت شعرها عايزه اقول لك والله بنتي اتغيرت 100%. قولي لنا على اللحظه دي يا هناء بعد ما عملت. اولا يعني انا عارفه ان الحاله دي خدت في المركز مجهود جامد جدا جدا جدا. كله تعب بجد يعني. لا تعب انا بشكرهم جدا جدا وبشكر الدكتوره نجلاء. هي الحاله دي حبيبتي يا حبيبتي. قولي لنا الكلمه الشهيره اللي جنة قالتها اول ما بصت في المرايه. قالت انا اتولدت من جديد. انا عايزه اقول لك انا عينيا دمعت والله كلمه مست قلبي. والله والله يا شيف هاله عايزه اقول لك جنة اول ما شافت شعرها انا عايزه اقول لك ان هي كانت هتصوت وتزغرت في نفس الوقت. كانت مش مصدقه نفسها دي حاجه. يعني تقول لي يا ماما انا حاسه ان انا اتولدت من جديد. انا فرحانه جدا جدا. ربنا يحميها يا رب. ربنا يسلمك. والله بجد شكرا للدكتوره نجلاء والطب كل معايا. مدام هناء مدام هناء كنت عايزه اسالك على حاجه. انت قلتي لي ان انت عملتي بروتين بره قبل كده. انا عملت بروتين. ايه كان عمل ايه؟ انت قلتي لي ان هو بوظ لها شعرها. يعني ده حرق شعرها. انا بنتي كان شعرها طويل جدا عن كده خالص. اول ما عملت لها شعرها وقع خالص وكرت وبقى حاجه صعبه. وقع وجالها التهابات. جالها التهابات في شعرها. يعني قعدت فتره حوالي عن شهرين ثلاثه ان انا اعالج شعرها بالتهابات. بتعالجيها. يا حبيبتي ربنا يحميها ويحفظها. واحنا فرحانين على فرحتها والله يا ام جنة. ربنا يخليها لك ويجعلها ليكي جنة في الارض وجنة في السماء يا رب. اللهم امين. تعالي بقى نشوف فقره مسجله معانا. يلا بينا. طيب ايه اللي معانا؟ ايه اللي معانا؟ ام نوره. يا ام نوره السلام عليكم. نوره عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا نوره؟ الحمد لله تمام. اخباركم؟ الحمد لله. اهلا بيكي يا نوره. اهلا بحضرتك. قولي لي يا حبيبتي احنا معاكي. عملتي ايه؟ استخدمتي انا استخدمت منتج البروتين بتاع شركه اورجانيكا. حلو. بصراحه ممتاز جدا جدا ما شاء الله. انا مستخدماه ليا سنه وهو حاليا لحد الان في شعري. بقى لها قد ايه بقى؟ ليه سنة. ليكي سنة بتستخدمي استخدمتي البروتين. مش يعني كده؟ انا 10 12 هتم سنة بالظبط. تمام. طب في خلال السنة دي ايه اخبار شعرك؟ طمنينا. والله العظيم ممتاز جدا. ما شاء الله. ويعني انا كل ما اروح كنت سنتر عشان اعمله كانوا يكرهوني فيه ويقولوا لي شعرك هيقع وشعرك مش عارف ايه وكذب ان هو زيرو فورمالين والكلام ده. بس ضحيت وعملته. بس بصراحة من بعد ما عملته انا طلبت لاصحابي كلهم. طب تمام ما شاء الله. تساقط او حاجه حصل في حصل تساقط؟ الدكتور نجلاء بتقول لك حصل تساقط. لا والله شعرك وقع يعني او حصل فيه اي مشكله؟ اقسم بالله ولا اي حاجه. طب الحمد لله. تحبي تساليها حاجه؟ والكوافير اللي هي عملته لي كمان طلبت المنتج. هي دي عملته عند متخصصه. حلو قوي. يعني هي عجبها في شعري كمان وطلبت المنتج. هي بقت تعمله عندها
في السنتر بتاعها. كوافيره كوافيره خدت البروتين بتعمله. طلبت البروتين مننا، ما احنا بنوزع متخصصين وبيوتي سنتر دلوقتي. حلو جدا، حلو جدا، اشكرك يا نور. انت ماشيه بقى على الروتين بتاع الافتر كير يا منور؟ العنايه على طول بالشعر. ماشي عليه. انا كل السيرم بيقعد معايا شهرين، بعد ما بيخلص بجيبه تاني على طول، الهير ماسك والشامبو، يعني بيقعد معايا فتره، اول ما بيخلص بشتريه، لان بصراحه مخلي شعر حلو. هي محافظه عليه سنه. والروتس لما بتطلع، هل انت بتعيدي عليها بس مدام ايه؟ نوره. مدام نوره بتعيدي على الروتس بس؟ لا، انا ما عدتش غير مره واحده بعد 6 شهور من قدام كده، الاطراف بس. الاطراف بس؟ بس. لكن تمام طول السنه زي الفل. تمام يا حبيبتي. اشكرك. تمام، مش محتاجه. اشكرك يا حبيبه قلبي، اشكرك، نورتينا وبشكرك على الفرحه اللي انت بتدخليها على قلوب كل الحالات اللي بتبقى فعلا فعلا زي ما انت قلتي بتبقى متدمره نفسيا. عايزين ناخد الصفحه بس على الفيسبوك قبل ما نختم يا جماعه. والوقت جه ننزل الصفحه. شفتي الوقت الحلو بيعدي بسرعه. حسيت كنا عايزين نتكلم عن حاجات ثانيه. معقوله؟ والله الوقت عدى بسرعه. الصفحه، عايزين نجيب الصفحه على الفيسبوك، يلا بينا. والله طيب يا قمر، ماشي. نقدر نطلب المنتج عن طريق الصفحه، ونقدر نتصل على ارقام التليفونات اللي كانت موجوده دلوقتي معانا على الشاشه علشان تعرفوا عنوان المركز لو حابين تروحوا المركز بنفسكم وتعملوا البروتين هناك. اشكرك حبيبه قلبي. الف شكر. اشكرك. دلوقتي بقى هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس هو القناه اتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. دلوقتي بقى وصلنا لفقره مهمه جدا، فقره كل الناس المهتمه ازاي تقوي مناعتها وتقوي مناعه اولادها، ومش بس اولادها، لا تقوي مناعه كمان الناس اللي قاعده معاهم تحت السن الكبير، زي والدي، والدتي، جدتي، جدي، وكمان ابني وبنتي، الاجيال كلها. ليه بقى؟ ده اللي هنعرفه النهارده من ضيفي الكريم دكتور مصطفى حامد، استشاري الامراض الصدريه والباطنيه والمستشار الطبي لشركه AMD. اهلا وسهلا يا دكتور. ازي حضرتك؟ ازيك يا مدام؟ عامل ايه؟ زي الفل الحمد لله. ايه رايك في حته تقويه المناعه، وخصوصا في الفتره اللي احنا فيها دي والاعمار المختلفه كلها؟ طبعا انا لازم كل سن بنفكر فيه ايه اكتر حاجه محتاجها عشان يقوي المناعه. فلقينا ان في مجموعه مركبات مع بعض او فيتامينات مع بعض مهمه جدا جدا، متشابهه جدا مع كل الاعمار، ان هي لازم كله يتساوى في انه يبقى خدها بنسب متساويه. بالظبط. الا وهي فيتامين الف وفيتامين د والاوميجا 3. طيب هل الثلاثه دول اهميتهم على اساس ان جسمنا بس ياخد من المناعه بس؟ لا، انا لو هبدا هاخد عشان خاطر المناعه، هاخد عشان خاطر يومي اقدر يمشي ازاي، هل في نشاط وحيويه وطاقه اقدر اقوم بيها ولا لا، هل الحاجه اللي هاخدها دي هتقدر تظبط نسبه الدهون اللي هي بعتبرها اللي زي ما بيقولوا كده ايه، خطر كامل، الخطر الكامل. اللي اليوم ما بيظهر ما بيستأذنش، بالظبط، بل ان هو بيظهر بمشكله بيبقى يكاد يكون كبيره شويه وبيبقى حصل، ونقول قدر الله ما شاء فعل. بس احنا ممكن كنا ننتبه ليها قبل كده. قبل كده طبعا. الوقايه طبعا. تمام. عشان كده انا يمكن حابب ان انا في حلقه مع حضرتك النهارده اعمل ستريس او اعمل تركيز اكتر على سن ال 40 سنه فما فوق، اللي هما هنقول ايه كبار السن. مظبوط. بس عايزين بلاش كلمه كبار السن. بلاش كلمه نقول السن. ايه شباب الحياه الجديده. الحياه الجديده. الحياه الجديده. مظبوط. طب ليه يا دكتور؟ يعني النهارده منهم على فكره يعني كلنا لما حضرتك منهم اللي انا اقول ايه بقى؟ خبوني دلوقتي. ربنا يديك الصحه. طيب ليه النهارده بفقرتنا واحنا بنتكلم على كولوسيز نختص الفئه العمريه دي بالذات؟ لاني انا الفئه العمريه دي بالذات بتبدا من اول العمر ده، ببدا اقول انا اللي فات من عمري ده انا عملت فيه ايه، يعني بالظبط هل كنت باخد حاجات وقائيه، هل كنت باخد الدهون بتاعتي الضاره، هل كنت بطردها بره جسمي، هل مستويات السكر، انا جسمي كان قبل كده بيستحمل السكر عندي بقدر اكل سكريات كتير، هل انا جسمي هيساعدني في مستويات السكر بعد كده، هل الضغط بتاعي هيبقى منتظم وهقدر جسمي يستحمل الضغط العالي او النرفزه او التفكير الشديد، هل زي من فوق ال 40 زي تحت ال 40؟ اكيد الاجابه دي هتقول لا، لان انا
فوق ال 40 بمعنى صح، بيبدا خلاص انا جسمي بيبدا واحده واحده ببدا انتبه ليه اكتر، ببدا انتبه لصحتي اكتر، ببدا اكون اكتر رزانك بكتير في اختياري للاكل اللي باكله او للمكملات الغذائيه اللي انا عايز اخدها. تعالى نقولها كده، جت في بالي دلوقتي فضلي. ان في السن ده الجسم هيبتدي يحاسبني على مصبوط. اللي كنت بعمله في الحياه اللي قبل كده، حاسب على الفاتوره يعني بتاعتي زي ما بيقول الفاتوره انا حاسب مصبوط. يعني لو قلنا مثلا ان زي ما دكتور مصطفى بيقول لنا مثلا من سن ال 40 بالبلدي كده نقول ايه، الجسم بيقول لك اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني خالص. مظبوط. حاسب بقى على الـ 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 الاخطاء اللي انت وقعت فيها. مظبوط. التعامل الخاطئ، التغذيه الغير سليمه. مظبوط. حاجات كتير، فاحنا نلحق بقى، نلحق بكتير كمان كده. وعلى فكره احنا بنقين وقت هنلحق فيه، هنلحق فيه وكويس قوي كمان. عشان كده يمكن الكولوسيز اللي بيتضمن فيتامين ألف وفيتامين دال والأوميجا 3 هيساعدني في ايه. طيب لازم كلنا نؤمن ان احنا في السن الصغير بنقدر يبقى عندنا طاقة وحيوية ونشاط الى حد ما بنبقى احنا ساتسفايد بيها، راضيين عنها. طيب فوق سن ال 40 بتبدأ طاقتنا تقل ونشاطنا يقل. طب الكولوسيز هيفيدني في ايه في النقطة دي؟ احنا قلنا اول حاجة الطاقة والحيوية والنشاط مهمين جدا جدا ليا مع تنظيم الأكل. يبقى انا مش هقدر اكل اكل عنيف عشان اقدر زي الاول زي زمان عشان اخد جلوكوز عشان يديني في الاخر 36 اي تي بي او جزيء طاقه. ولكن انا ممكن اخد حاجه زي الاوميجا 3 الموجوده في الكولوسيز تديني 146 اربع اضعاف الطاقه اللي كنت باخدها. يبقى انا كمان مش رجعت شباب، ده انا كمان قدرت ان اخد الطاقه اللي اكتر ما كنت باخدها وانا سني عندي 20 سنه او 30 سنه. السر عندنا في الكولوسيز مظبوط، في الاوميجا 3 الموجوده في الكولوسيز، الاوميجا 3 بالذات يا دكتور. مظبوط. لان هي دي انا عايز اقول لك ان قصه الاوميجا 3 دي اكتشفناها ازاي في وقت ما كانت الدنيا كلها في الحرب العالميه الثانيه. تخيلي في عز الشتاء الدنيا برد قارص، مطلوب من الجنود بتاعتهم ان هم يقدروا يعملوا افورت او مجهود او يمشوا في زي ما بيقولوا كده مسافات واسعه جدا وفي برد قارص، يعني انا عايز دفى عايز طاقه. فاخترعوا الاوميجا 3 اللي هي بتستخرج من مصدر بحري زي زيت كبد الحوت الموجود في الكولوسيس. ده الاختراع اللي حتى هتلر يعني اداله جنوده بطريقه غير عاديه. فعشان كده انا عايز اقول ان الحاجه دي اتولدت وقت ما كان في ازمه جامده. فبالك احنا بناخدها دلوقتي واحنا مرتاحين، لا واحنا فوق سن ال 40 سنه. احنا بنقول قبل ال 40 ناخدها، ناخدها طبعا، لكن انا بقول احنا محتاجين اكتر الطاقه والحيويه والنشاط. احنا كاننا بنحارب، يعني كاننا برضو مزبوط. فتره حرب مع الامراض بقى اللي هتبتدي تستجد او مزبوط. تظهر ده ما كانش عندي كمان او ما كانش ظاهر فعلا. تخيلي حضرتك برضو ان انا ليه بختص فوق سن 40، لان ممكن انا يظهر عندي مرض زي مرض السكر، ممكن مرض صح الضغط صح، ممكن مرض القلب. ربنا يعفي الجميع كلنا. بس احنا بنقول ان انت محتاج للكولوسيز اكتر من اي حد تاني. طب ليه؟ لما انا اكل اكل معين والاقي ان في دهون ضاره عندي في جسمي، الدهون الضاره دي باخدها من الاكل. طيب الاكل ده انا محتاج اتخلص منها، لا اما هتترسب عندي على شرايين القلب او شرايين المخ، ابدا انا بقى بعد كده فتره طويله يبدا يحصل عندي ايه؟ قصور في شرايين القلب، يحصل عندي أمراض القلب، مشاكل في عضله كلها. القلب او اذا كان جلطات دماغيه او خلافه او قصور في الدوره الدمويه المخيه، حاجات كتير جدا بتبدا تتسد سنه سنه تدريجيا. بنفاجئ بالخبطه الكبيره بتاعتنا يوم ما يحصل يقول لك ده نام زعلان ده حصل كذا. لا هو مش كده خالص. هو مش نام زعلان، هو القضيه كلها ان كان في عوامل مساعده ان ابدت لان يحصل الانسداد ده. فعشان كده يا جماعه انا عندي حاجه زي الاوميجا 3 اللي في الكولوسيز بتامن لي، بتعمل كنسل الدهون الضاره زي الكوليسترول والترايجلسرايد اللي كلنا بنعملهم، اللي هو العدو الخفي اللي هو بيخفي نفسه ويطلع مره واحده. فدي من الحاجات الممتازه جدا لذوي سن فوق ال 40 سنه. نقول له انت اكتر واحد محتاج. طب ان ناخد الصفحه، نشوف الصفحه على الفيسبوك يا جماعه، صفحه كولوسيز دي الصفحة على الفيسبوك، تقدروا تدخلوا الصفحة ما شاء الله عليها كمية معلومات، وتقدروا تسألوا كل الأسئلة اللي انتوا عايزينها واحنا مثلا ما جاوبناش عليها، هتلاقوا فريق طبي مزبوط. كامل بيرد عليكم كلمة بكلمة وكومنت كومنت، اسألوا على كل اللي انتوا عايزينه. طيب احنا دلوقتي يا دكتور بنتكلم على مش هنقول كبار السن، لا هنقول فئة عمرية معينة. فئة عمرية معينة وكمان دخل معنا الحديث في الامراض المزمنه. مظبوط، لانه الفئه العمريه بنتكلم عليها معرضه ان بعد فتره وارد ان يحصل ليها
اي مرض من الامراض المزمنه اللي احنا اتكلمنا على الضغط او السكر او القلب الحاجات دي كلها. فعشان كده انا عايز اقول ان برضو الكولوسيز مش اوميجا 3 بس، لا فيتامين د. طب هيفيدني في ايه؟ هنقول اول حاجه المناعه زي ما خدنا في الاول. المناعه هل هتفيد الناس؟ لما بيجي لي انا عندي حد في العياده بلاحظ ان دايما اقول له خلي بالك انا بخاف من كبار السن في الفيروس المنتشر كوفيد 19 او كورونا فيروس كورونا اكتر ناس. لو عندك حد كبير في السن استاذنك ما تخليش اي حد من الاطفال لو كان فيه انفلونزا موسميه او برد او اشتباه لا ما يتعرضلوش، نبعد عنه خالص. طب كل ده ليه؟ الانسان لما بيكبر بتبدا حيويه الجهاز التنفسي عنده بتبقى ضعيفه والمناعه بتقل والمناعه بتبقى ضعيفه. صحيح. يبقى اذا هو محتاج الكولوسيز. محتاجه لان في فيتامين د اكتر على طبعًا. على كلام حضرتك كده او النظريه دي لا ده هو محتاجه اكتر من الفرد العادي. مظبوط. صح كده. محتاج فيتامين د لحضرتك اللي بيقوي الجهاز التنفسي. المشكله الكبيره اللي بتحصل عندي بسبب فيروس كورونا، فبالتالي انا محتاج ان انا ارفع المناعه عندي، ارفع كرات الدم البيضاء، محتاج ارفع الخلايا الليمفاويه فيتامين ا اللي بيصنع الخلايا الليمفاويه، محتاج كمان بالنسبه لي ان انا احسن وظايف الرئه. كل الحاجات دي كلها لما جم عملوا احصائيه للناس اللي تعرضت لمشاكل من فيروس كورونا وبالذات الكبار السن وتليفات على الرئه او فشل رئه وقدر الله وخلافه، لقوا ان فيتامين د عندهم قليل جدا. في نقص فيتامين ده سر رهيب طبعا. وعشان كده احنا اول ما طلع فيروس كورونا بدانا ندي فيتامين د وبجرعات جامده. لكن دلوقتي انا اقول لا ادي الكولوسيز لان بيديني الجرعه اليوميه. ما انا مش عايز فيتامين د بجرعه كبيره ولكن عايز الجرعه اليوميه بتاعتي. مش عايزه لوحده ده انا عايز كمان بقيه المكملات اللي معايا الجسم. فيتامين الف والاوميجا 3. والاوميجا 3 لان هم بيكملوا بعض. صحيح. واخد بال حضرتك معايا؟ فدي نقطه مهمه جدا جدا طبعا. ارجو ان افيد الناس بيها بنسبه المناعه. طب نيجي بعد كده، كام واحد مننا بنخاف من موضوع هشاشه العظام او الخشونه لما بنكبر؟ صح. فيتامين د احنا عارفين انه مسؤول مسؤوليه كامله عن ترسيب الكالسيوم والفوسفور على العظام عندنا، يمتصوا ويبدا يرسبوا على بعض. طيب في خلل عندي هيبقى فيها هشاشه عظام. كام واحد مننا من كبار السن بنخاف ان احنا ممكن نتحرك ويحصل كسر او حاجه كتير. لانه عشان يقدر يلتحم الكسر او يقدر يلم تاني بياخد وقت طويل غير لما بيكون صغير في السن بيلم معانا بسرعه. ده غير مشاكله كتيره، ده غير انه بيدخلني ممكن لو يكون شخص طبيعي جدا كبار السن يكون شخص طبيعي ما عندوش ضغط ولا سكر يقول لك ده حصل انه حصل كسر مضاعف في منطقه معينه. بعد الكسر ده ظهر السكر عنده وظهر الضغط، شفتي بقى بوابه كبيره فاتفتحت بقى على طبعا. فكل ده احنا انا بقول الوقايه خير من العلاج. عشان كده بقول انت اكتر واحد محتاج للكولوسيز بما فيه من فيتامين د واوميجا 3 وفيتامين الف كمان. هل فيتامين الف ساب الموضوع عن كده؟ لا، ده مريض زي مرض السكر او حتى لو ما كانش مريض السكر بنلاحظ ان مستويات السكر ممكن تعلى في جسمنا من غير ما يبقى عليها كنترول بالظبط. فعشان كده احنا هنلاحظ ان الانسولين لقينا ان في مستقبلات لفيتامين الف على الخليه المنتجه للانسولين. يعني اذا ان فيتامين الف بيقدر يتحكم في انتاج الانسولين. ده بيتحكم في افرازه وامتصاصه. جديده دي. طبعا. ودي احدث حاجه معلومه مهمه جدا فعلا. عشان كده انا حابب اقول فيتامين الف لازم يبقى عندك. طيب انا بقى هروح اجيب فيتامين الف؟ والله كنت لسه هقول لحضرتك. يعني انا دلوقتي انت تنصحني روحي خدي فيتامين الف، اروح اشتري، روحي خدي اوميجا 3، اروح اشتري، خدي فيتامين د، وفي الاخر انا ممكن الجرعات اللي انا اخدها تبقى مش مظبوطه. مظبوط. يعني ممكن ما تفيدنيش بحاجه. طبعا. ما انا مع نفسي بقى يعني. لكن احنا عندنا النهارده الكولوسيز المكملات الغذائيه اللي فيه النسب بتاعتها مظبوطه والجرعه اليوميه بتاعتي. فعشان كده انا حابب ان انا اخد الكولوسيز بيبقى بصفه يوميه عندي كوقايه خير من العلاج. ونضيف نقطه مهمه جدا ان هو موجود في كل الصيدليات يا جماعه. مظبوط. زائد ان احنا تاني دلوقتي هننزل الصفحه على الفيسبوك، تقدروا كمان تطلبوه عن طريق الصفحه وكمان من اي صيدليه قريبه من البيت. اي صيدليه هو مش هيحتاج صدقيني يطلبه لان هو اوريدي موجود في الصيدليات بقى له 15 سنه. فبالتالي انا لما بقى حاجه زي كده اخده تراست واخده ثقه اني انا اقدر انزل الصيدليه اللي بجيب منها دواء الضغط بتاعي او دواء السكر او بجيب منها المسكن حتى لو عندي صداع او خلافه، فده مكان آمن. فإذا الكولوسيز بيتباع في المكان ده عشان خاطر الرقابة. أنا كطبيب بدور على حاجتين، الرقابة الصحية
والرقابه الدوائيه وتحت اشراف وزاره الصحه، وادور على حاجه تانية التسعيره الثابته، لان انا ما اجيش اروح اقول ده سعره كذا لا ده سعره كذا لا، لا تسعيره ثابته وبتكون مناسبه، وده انا عايز، لان انا عايز افيد المريض بتاعي في الاول وفي الاخر. طب والجرعه بقى بالنسبه للاعمار المختلفه يا دكتور؟ طيب احنا اتفقنا نقول من سن سنه، شوف احنا رجعنا لورا تاني ازاي، من سن سنه لحد 7 سنين انا باخد كبسوله بفضيها على اي حاجه بيحبها الطفل، اي حاجه اقدر احطها عليه سواء اكل او شرب. ده دلوقتي حتى يا دكتور المواليد، الدكتور الاطفال حديث الولاده بيكتب لهم النقط الفيتامين د وهم لسه مولودين من اول يوم. اه والله الثقافه حاجه عندنا، الموضوع ده ما كانش عندنا ابدا من ابدا، لكن احنا بنقول شوف من سن سنه يقدر ياخد الايه الكبسوله بنفضيها، هي فيها نقطتين بالظبط على اي حاجه. طيب فوق سن سنه، فوق سن 7 سنين يقدر ياخد كبسولتين قبل فطار عريق، مفيش مشكله. طب بالنسبه للامراض المزمنه لا، اقول له خد 3 كبسولات، تاخد كبسولتين الصبح وكبسوله بالليل. بالنسبه لي ممتاز جدا. حلو. هل محتاج ان انا اقول طب انا هرجع للدكتور او هعمل او الكلام ده؟ لا، ده انا عايز اقول له ان الدكتور هيتبسط منك جدا، لانك ماشي على حاجه اوريدي انت بتحاول تريحه جدا في المجهود بتاعه في تنظيم السكر، تنظيم ضغط الدم، في حاجات كتير ممكن يضطر انه يرفع جرعات فيها. هو اولا واخيرا هو مكمل غذائي. مظبوط. يعني بس. يعني حتى انا لو رحت للدكتور وقلت له يا دكتور انا هاخد كولوسيز هو مكمل غذائي، مش هيعترض نهائي. طبعا هي مجموعه فيتامينات. مظبوط. مش اكتر من كده، بس مدروسه، يعني مدروسه في التركيز، مدروسه في تركيزها، الجرعه اليوميه بتاعتي اللي انا باخدها، فده عشان كده انا ببقى الى حد ما مرتاح جدا جدا وانا باخدها، مفيش اي ضرر عليا. عايزين قبل ما نختم يا جماعه ناكد تاني ان الكولوسيز موجود في الصيدليه، فاي صيدليات تقدروا تجيبوا الكولوسيز بمنتهى السهوله، وكمان على الصفحه على الفيسبوك برضو تقدروا تطلبوه من خلال الصفحه. شكرا يا دكتور، نورتني واشكرك على معلوماتك القيمه، وكل فقره بتبقى احلى من اللي قبلها، وكل فقره بتنور لنا حته كده. وان شاء الله في مزيد بقى من الفقرات الثانيه ان شاء الله. اشكركم على متابعتكم الكريمه، واتمنى من الله ان الحلقه النهارده كلها تكون عجبتكم. اشوفكم على خير بكره ان شاء الله في وصفات احلى واحلى، ومن النهارده لبكره هسيبكم في رعايه الله.